أشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من دل على الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم الخلق بالله وأعبد الخلق لله، ومن أسمائه أحمد فهو أحمد الخلق لله، حتى أحمد من الملائكة، بل هو حامد لله من قبل أن تخلق الملائكة، لأن روحه خلقت قبل الأرواح، فروحه حامدة وروحه رحمة، فهو أحمد الخلق على الإطلاق وأعبد الخلق، بل أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإذا كان هو أفضل الخلق على الإطلاق، فالآية تضع لك احتمال مستحيل عقلي، قل إن كان للرحمن ولد، فيكون العقل يقول يكون ولد هذا هو أفضل شيء بعد الله، فإذا كان أفضل مخلوق هو أول العابدين، إذن لا يكون لله ولد، وكأنه ينفي هذا الاحتمال بمجرد النظر أنك تعلم أنه أفضل الخلق على الإطلاق وهو عبد الله ورسوله. فإن كان أحد يستحق أن يكون ابن لله فكان هو، وهو عبد الله، إذن لا يوجد له ابن. انظر إلى ترتيب الآيات وطريقة إلقاء الحجة والبرهان. قل إن كان للرحمن ولد فلابد أن يكون هذا يكون هو الأفضل، وأنا الأفضل وأنا أول العابدين، فإذا يستحيل أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. فإذا فهمنا أن العابدين هنا بمعنى عبد، والعبد من العبودية، لكن هناك أيضا معنى آخر واستعماله أقل في اللغة، وهي عبد يعبد، يعني أنف يأنف، غير عبد يعبد. عبد يعبد يعني أنف يأنف، يعني ينكر بشدة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول الآنفين لذلك، المنكرين لذلك. انظر إلى كيف أن يكون القرآن بهذه الدلالات الواسعة باللفظ الواحد، وكل دلالة تساعد الدلالة الأخرى، لا تناقضها ولا تعارضها ولا تمنعها ولا تعطلها، بل الكل يعضد أن يوصلك إلى الله وأن تتعرف على الله. فأعلم الخلق على الإطلاق نبينا، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، لأن هناك بعض العقول المؤمنة نازعت في هذا، وإن كانت عقول معدودة على بدء البشر من المؤمنين. هناك من قال أن سيدنا جبريل وسيدنا رسول لهم أفضل الخلق ولا نستطيع أن نفاضل بينهما، هناك من قال ذلك، فهذا الشقاق. عشان كده يقول فمل عن الشقاق، ابتعد عن هذا، دلت الأدلة كلها على أنه أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. فلا تنظر لقول شاذ قيل من بعض من لم يدرك الإدراك الكامل، وإن كانت تسمى بالعلم في جوانب أخرى. فنبينا والحمد لله من حيث روحانيته هو أول ما خلق الله، لأن الخلق خلق بالرحمة وهو الرحمة للعالمين، لم يكن رحمة لأهل الأرض، ولم يكن رحمة لأهل الأرض والسماء، ولم يكن رحمة لأهل الملكوت والملائكة والجنة والنار، ولم يكن رحمة للعرش ولا الكرسي، قال للعالمين، أي كل العوالم، كل العوالم هو رحمة خرجت بسبب هذه الرحمة فجعله سبب لكل موجود، فهو سبب الأسباب ووسيلة الوسائل. وأول ما خلق الله هذه الرحمة التي قسمها 100 جزء وأعطى لكل عالم جزء يصلحه، وعالم الدنيا لأنه عالم مدته قصيرة بالنسبة لسائر العوالم الأخرى، ومساحته ضئيلة بالنسبة لمساحات العوالم الأخرى، اكتفى 1% من هذه الرحمة، فصلح به أمر الدنيا منذ أن خلقها إلى أن تقوم الساعة 1% من هذه الرحمة، وبقيت كميات الرحمة أخذ كل عالم من العوالم ما يصلحه،
على قدر اتساعه وعلى قدر مدة عمره التي قد تطول إلى الأبد، كالجنة والنار والعرش والكرسي. خلقها الله للبقاء، خلق الله العرش للبقاء، وخلق الكرسي للبقاء فلا يفنى، وخلق كذلك الجنة والنار للبقاء، وخلق الروح للبقاء فلا تفنى. فكل هذه العوالم أخذت من الرحمة ما يصلحها وما يدبرها، خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه. وانظر إلى سعة هذا النبي من حيث حقيقته، وسع الأكوان علما ورحمة وتدبيرا، لأنه وكله، وصار تدبير الله سبحانه وتعالى منتقب في هذه الرحمة، فانتقب في هذه الرحمة فصارت تدبر. إذا كانت الملائكة، هناك بعض الملائكة يسميهم الله المدبرات أمرا، فأحيانا تنسب الصفة لمن أظهرها ولو لم يكن هو مصدرها، فإنه أظهر التدبير عن طريق هذه الملائكة فسماهم المدبرات. وهذه الصفة تكون على سبيل المجاز لأنها ظهرت على هذه الصفة، أما على سبيل الحقيقة فالمدبر هو الله، لا مدبر معه، ولكن الله خلق أسباب، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجوه التدبير ووجوه التجلي ووجوه الإبداع ووجوه الخلق التي لا تنتهي سبحانه وتعالى، مهما تعددت هذه الوجوه فاستمدادها من رحمة واحدة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ثم جاءت المعجزات الخارقة على أيديهم، كانشقاق القمر للحبيب صلى الله عليه وسلم بإشارته، ومعجزات النبي كثيرة لا تنتهي، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، والإسراء والمعراج، والإشارة إلى الشجرة تقبل عليه، يكلمه الضب، يكلمه الجمال، تكلمه الغزالة، يكلمه الطير، يكلمه الحجر، يسلم عليه. كل هذه معجزات كثيرة، قبل أن يبلغ الناس أنه رسول أطلق عليه الصادق الأمين، فإذا لم يكذب على الناس أيكذب على الله؟ وبالتالي العقل أيضا علمت به صدق الرسل، فالعقل وصلك إلى الله وأعلمك بصدق الرسل، فجاءت الرسل كلمتك بالوحي فكلفتك، وهذا هو فضل الله علينا. كان يمكن أن يتركنا حيارة، كل إنسان يتخبط فيما لا يعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، خلقنا لا ليحيرنا بل ليدلنا عليه.